رغم كبار سنه، إلا أن عمي علي لا يزال يستعمل وسائل بدائية في نقل الماء لمنزله بحي بنات بلكحة بمدينة الجلفة بسبب ندرة الماء بهذا الحي وانعدامه في غالب الأوقات ليلجأ هذا المسن لهذه الطريقة البدائية. الماء ما كانش قاع، أنا نسقو بلا بيدينا ونسقو كلش قاع في المكام، المكام كان نسقو فيها وأنا مرة برانا كان لي 4 سنين 5 سنين راه هنا. واقع بالقرب من الولاية لكنه حي منسي، حي لا توجد به أدنى شروط الحياة، لا ماء ولا كهرباء ولا طريق، الغاز ولا سينيس مخدمناها من درهمنا الخاص. حي بنات بلكحل أحد أحياء الظل هنا بمدينة الجلفة، فالسلطات لا تعتبره حي رغم أنه تأسس منذ سنوات طويلة وتقطنه مئات العائلات، لكنه خارج اهتمام المسؤولين وغابت عنه جميع مظاهر التنمية. هو الظل بحد ذاته، هو الظل بحد ذاته اللي تحدث عليه سيادة الرئيس وقال كاين مناطق ظل، هنا يتجد الظل بحد ذاته، هنا غياب تام بكل المرافق الحيوية لمتطلبات السكان من ماء وشبكة كهرباء كما راكم تشوفوا وتهيئة الطرقات وتسويت وضعية هذا ملف نهضروا عليه اللي يقلوا حصة كاملة باش نهضروا عليه. احنا نطلبوا في ابسط الاشياء هي الماء والكهرباء. تريستي هاك تشوف انا الدار نتاعي هاي وين؟ فيها 6 كنتورات، راه هذا الحي كاع راه تشوف فيه كيف راه فهمت؟ هذا السكان راهم 4 و5 و10 في كنتور. يجد سكان حي بنات بلكحل صعوبة في استخراج وثائقهم الإدارية إضافة إلى انعدام أبسط ضروريات العيش الكريم، فهل ستتحرك السلطات لإنقاذ هؤلاء السكان؟